السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم بدنا الموضوع، اليوم غنتهلاو في الرجال شويه ونديوها في الرجال، ما عمرنا ما درنا لهم شي حاجه مساكن، واكيد عندي متتبعين الرجال. وهذه المناسبه بغيت اي امراه جاي عيد ميلاد ديالها، عيد ميلاد ديال رجلها، ولا اي مناسبه، مناسبه الزواج، عيد ميلاد الزواج، اي مناسبه ولا حتى بلا مناسبه، هذه اللي بغيت نذكر العيالات فيها. ما تقوش تستناو المناسبه، ديروا نتوما المبادره، تجيب عندكم وتهلاو نتوما في رجالكم. واحد النهار كان جاني واحد الميساج من واحد السيده وقالت لك لا راجلي ما تيديرش ليا، ما تيفعلش ليا. انا بهذا المنبر اللي كانت كتفرج فيا، بداي انت وديري انت هذه المبادره، ما تبقاوش تسناو هما يديروا، ربما هما ما تيعرفوش. كاين رجال اللي تيعرفوا، كاين رجال اللي ما تيعرف، كاين رجال اللي ما عنده كتجيه عيب ولا هذا. بداي انت ديري سوربريز انت. المهم انا غنلقى بزاف العيالات ما يتفقوش معايا، يقول لك لا الراجل خص يدير، لا ماشي الراجل اللي خص يدير، خصها تكون من الطرفين، يكون يعني باش يخلقوا داك الجو، ما يبقاش داك الروتينيه في الحب، ما تبقاش داك الروتينيه في العلاقه. انسان صافي كيكبر كيدير الوليدات، ما كيبقاش يدير لا مفاجاه لا سوربريز لا حتى شي حاجه. دونك من هذا بغيت نشارك معكم الروايح اللي زوينين، اللي زعما اللي جرب راجلي زوينين، وبغيت نشاركهم معكم. غنبدا باول ريحه، هي هذه ديال الغار فلورين كما كتشوفوا. اي ريحه غنشمها وغادي نقول لكم نقربكم منها، لربما اللي ما عارفهاش. هادي غادا الريحه ديال داكشي ديال الحسانه، كتشم فيها ريحه ديال الحسانه. المهم انا كنحاول نقربكم وغنقول لكم لي بارفان اللي كيعجبوني انايا ديال الرجال. المهم هادي الشكل ديال جات داك الشكل ديال الحسانه. دونك هادي الثانيه كاينه ناتور، حتى هي هادي ناتور، راه كاين ديال ايف روشي، راه كاين حتى ديال العيالات كما كتشوفوا. هادي زوينه، عندي حتى انا في هادي العيالات زوينه، من عرفتي ملي كنت صغيره وانا ديما كنشريها وديما كنستعملها. هادي درجال، بحال الليمون، بحال المهم ما مجهداش، صيفيه، ريحه صيفيه. هاد الريحه الثانيه ديال كالفن كلين، هي سيكا فري. هذه شويه مجهده، يعني شنو نقول لكم، كتحسي بداك الريحه ديال الرجوله ومجهده. هذه شتويه كما كتشوفوا معايا. كاينه هذه حتى هي ميم مارك ديال كالفن كلين، ها هي هذه سيكا وان كما كتشوفوا. هذه مشات للغلاقه مع حنايا، ما شميتش مزيان. هذه الشكل ديالها خفيف، يعني هذه يمكن لكم ديروها صيفيه. هذه جاتني انا شتويه كما كتشوفوا، نقربها لكم، وهذه صيفيه. هذه ريحه سميتها عطر مركز، عطر مركز عود، ما عرفتش مكتوبه بهاد عود اشواق ولا ما عرفت، ما بانتش ليا. شوفوا نتوما الا بانت لكم هاد الكتبه، راه باللغه العربيه. هذه ديال العود، هذه كانت جاتو كادو من واحد السيده من الحج. العود ولكن العود مخلط بشي حاجه، غيكون مخلط بالمسك، ماشي العود سميتو. زوينه خفيفه، هذه صيفيه حتى هي، هذه غادي تكون مخلطه بالمسك ديالها، ها هي. هذه جاتو كادو من هذه ديال بوربوري، هذه اكيد غتكون شتويه غير من لومبالاج ديالها. هذه مجهده شويه ديال الشتاء كما كتشوفوا معايا، ريحه شتويه، استفتهم بحال الدران. هذه حتى هي ديال غتكون ديال العود، حتى هي ديال سميتو بالعربيه الباسيل سميتها. كنتمنى تكونوا كتشوفوا معايا، غنقربكم من الريحه ديالها. لا ماشي العود، هذه مسك شي حاجه،
بحال ريحه المسك. لا هذه ماشي العود، سميتها الباسيل. ها هي كما كتشوفوا. المهم انا كنعطيكم افكار ربما تبغوا ديروا هديه لرجالكم. غنخلي الروائح اللي كيعجبوني هما الاخرين. هذه طومي كما كتشوفوا، هذه حتى هي خفيفه وزوينه، خفيفه ديال الصيف. ولا ربما حتى الرجال كيشوفوني زعما ما عارفوش كاينش، ما يمكنش الانسان يكون عارف كلشي، دونك انا كنقربكم من هذا الروائح. ها هي طومي، هذه خفيفه، هذه صيفيه. كاينه هذه ديال كولان دبيغ، هذه كما كتشوفوا هذه ريحتها سكري، فيها لا انا في الحقيقه ما تعجبنيش هذا لو جون. دابا حيت كل واحد حيت الروائح اذواق، انا كنقول لكم الذوق ديالي وشنو الريحات اللي كيعجبوني. هذه جات شويه حلوه، غتدار في الصيفيه، حلوه حتى هي. الطوب الاخرى هذه راه كنت وريتها لكم كلمات كما كتشوفوا، هذه كتحمقني، هذه ميكست رجال وعيالات. العود هذه فنه، هذه كندور كنمشي كنشري الدوبل ديالها باش يبقى عندي الريزيرف. كما كتشوفوا كلمات، راه كاينين واحد المحل ديالهم، كنت اول مره خديتها في المعارف، كاينه في واحد الزنقه في المعارف، ما عرفتش كيفاش، مور مارشي ديال السلك، الا كتعرفوا مور مارشي ديال السلك، راه كاينين كيبيعوا واحد المحل تما كيبيع داكشي ديال من غير هذا ما عرفتش. كنت شريتها من عندهم اول مره، كنت شريتها ب 1200 درهم، 24000 ريال، 1200 درهم. سميتها كلمات، هذه فنه، هذه ميكس، يمكن نديروها الرجال يمكن نديروها العيالات. هذه زوينه، هذا الشيء كامل، هذه كتحمقني، ولكن طوب 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 هي هذه حتى هي. راجلي عاوتاني مي مشى قلت له جيب ريزيرف لان كتحمقني، سميتها رساله، عرفتي هذه واو، كتحمقني. غزاله 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 هذه راه يمكن يقدروا يديروها حتى العيالات. جاتني بحال هذه ديال العود ميكس، دونك لا ميور، انا اللي كتحمقني هذه رساله. الى لقيتوها هنا، المهم حنا جبناها من السعوديه، الى لقيتوها هنايا خذوها، ما ترددوش العيالات، ما ترددوش لرجالكم. دونك هادو بجوج انا كيحمقوني بجوجهم هادو د العود، مي هذا العود يمكن 100%، وهذه مخلطه بشي حاجه، ولكن هذه عطي زوينه زوينه زوينه، هادو بجوج زوينين. بغيت نعطيكم، انا جبت هذا باش نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه للرجال اللي كان كيشوفوني، ولا نتوما العيالات بغيتو تشريو لرجالكم ديودورون. هذا ما فيهش الالومنيوم كما كتشوفوا، هذا راه مزيان ديال مزيل العرق للرجال ديال سانكس كما كتشوفوا. كنتمنى تكونوا كتشوفوا معايا، راه ما فيهش هنايا كما كتشوفوا، ما فيهش الالومنيوم، هذا تا هو مهم للرجال، مزيل العرق، الريحه ديالو زوينه. ريحه زوينه، هذا غير نصيحه للرجال. عاود بغيت ننصحكم، المهم انا غير كنشوف سميتو سوان ديال نيفيا عندها داك الشيء الزوين. هذا اونتي اج بحالنا حنايا ملي كنديرو لي كريم اونتي اج، هذا حتى هو زوين اونتي اج بالنسبه للرجال كما شفتو. هذا اونتي اج يستعملوه ما عرفتش واش كيديروا في الصباح، يمكن كيديروا في الصباح مي كيغازي في هذا، وسميتو كيديروا للوجه بحال سميتو بحال اللي كنديروا حنا اونتي اج. المهم هاد الجوج انا جبتهم، غير كنت غندير لكم هادشي ديال الروائح، وقلت بوكوا با نعطيكم نصائح ديال هادو. شرو هذا حتى بالنسبه للعيالات، راه كاين 0% ديال الالومنيوم، راه مضر الصحه اللي كتلقاو فيهم الالومنيوم. دونك هادي غير نصيحه. والجديد ديالي هو هذا ديور جوي كما كتشوفوا، هادي زوينه ولكن شتويه ريحه، هادي ريحه شتويه، ما جاتنيش ديال الصيف كما كتشوفوا. هادي ديال العيالات، دونك هذا الجديد ديالي، حتى انا كنت شاركت معكم من لي بارفان ديالي، راكم عارفين لي بارفان ديالي، هذا الجديد ديالي. دونك هادشي اللي كاين البنات،
كاينين عنده شي روايح اخرين، ولكن ولادو كيهزوا له، ما عرفتش كنقلب عليهم ما لقيتهمش. كلهم دابا ولاو كيتزاحموا معاه. دونك البنات المهم عادي نصيحه، انا عطيتكم لي بارفان، ولكن توب 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 هما هادو. هادي هي الطوب ديالي كتحمقني، وهادي راه ميكس كما قلت لكم، هادو الزوينين. هادو هادي كاينه هنا، ولكن هادي ما عرفتش الا عندكم شي واحد في السعوديه، راه يقدروا يكونوا هادوك اللي كيبيعوا هنايا ديال الروائح ديال الدول العربيه، تقدروا تلقاوهم، ربما تقدروا تلقاهم. المهم انا عطيتكم غير سميتو. هادي انا كنت شريتها كما قلت لكم، شريتها من السعوديه ب 700 درهم، 700 درهم ديالنا، وهنا شريتها ب 1200 درهم، دونك راه الثمن فرق كبير. المهم هادو هما الطوب ديالي، زعما حيت الروايح عاوتاني راه اذواق، ما يمكنش كل واحد والذوق ديالو. المهم اللي كيبغي ريحه العود، هاد الجوج هادو زوينين صافي. المهم هادو غير افكار عطيتهم لكم لربما سميتو. وهادي نيت من شفت هذاك الميساج ديال ديك السيده كتبته لي في الكومونتير، حقا الميساج كتبته لي شحال هادي، قالت لي راجلي ما كيديرش مبادره، ما كيديرش هذا. انا بغيت نجاوبها، ما نقدرش نبقى نكتب ليها ونكتب لها باش نفسر ليها، بغيت ندير هاد لا فيديو باش نجاوبها. وكاينين بزاف العيالات اللي غادي نلقاهم بانهم تيقولوا لك لا رجالهم ما تيتهلاوش ليهم. ديروا نتوما المبادره عندكم، حاولوا نتوما توجدوا، ديروا عشيوه زوينه، ديروا وجدوا ان مومون زوين، بداو نتوما بهذا الشيء وحاولوا هما تفيقوا. لا ربما حيت كاين رجال اللي ما كيقصدوش هذا الشيء، كاين الرجال اللي ما كيعرفوش عاوتاني، راه كاين رجال اللي ما كيعرفوش، كاين رجال اللي كيعرفوا. دونك نتوما ديروا المبادره عندكم، بداو نتوما، وما كنظنش بان زعما حتى هما غادي يخسروا لكم، لا حتى مي غيشوفوك انت درتي صافي غادي يقولوا واه شوف هي دارت ليا مره، ماشي مره ماشي جوج، دارت لي جيست، دارت هذا. دونك حتى هو واحد النهار غادي يفيق وغادي يدير، انا زعما اكيده من هذه القضيه. كنتمنى هاد لا فيديو ديالي قصيره تكون عجبتكم، كنتمنى تكون فاتكم. وتحيه للرجال من هذا المنبر كلهم اللي كيتفرجوا فيا، كنسلم عليهم هذا المنبر، كنشكرهم على الدعم ديالهم، كنلقى دي كومونتير ديالهم، كنشكركم بزاف. العيالات البنات فيقوا، ديروا لي سوربريز لرجالكم. دونك كنتمنى هاد لا فيديو ديالي ان شاء الله تكون عجبتكم. الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بهم في القناه ديالي، ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش ديروا لايك بيان سور اللي عجبتكم لا فيديو، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والناس حبابي. كنشكركم بزاف 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 على لي كومونتير ديالكم، اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله.